إذن أول ملاحظة نحكيها إنه الآن you cannot tell which process will be running, the parent or the child. Simply, the operating system decides. عنده two independent processes جماعة الآن. طبعاً independent من حيث the running time, بس هو relationship parent and child. ماشي؟ طيب. شغلة ثانية. قلت أنا كيف أعرف إني أنا بالchild ولا بالparent من خلال return value اللي حكينا عنها. ماشي؟ الشغلة الثالثة. أنا بدي أحكيهم هيك. الشغلة الثالثة إنه الكونتنت تبعت البيرنت بروسيس ماشي؟ إذا متذكرين لما أرجع هيك أرسمهم إذا بسرعة كنا هاي البيرنت نسميها البي وهاي الشايلد نسميها السي ماشي؟ هذول الكونتنت اللي هون الكود من ضمنه الفورك نفسه موجود بالchild. طيب أنا السؤال بدي أسأله ليش الchild ما بردش يعمل fork؟ أو طبعا أنا جاوبت السؤال بطريقة غير مباشرة. أول شيء الchild مش هيعمل fork مرة ثانية. لو عمل fork مرة ثانية هيطلع child هصير infinite loop. طيب كيف ليش سؤالي هسا ليش؟ السؤال ليش الشايلد بيعملش فورك مرة ثانية؟ هشوف من رافعين ايديهم. عبد الله دكتور هسه لو الشايلد بده يعمل كمان شايلد وبده يرجع الريتيرن فاليو اللي هي الصفر راح البروسيسر يتخربط. هاي النتيجة. طب أنا كيف بضمن إنه ما يصيرش هذا الحكي؟ بحط لك. لا أنا هسه ما حطيتش ولا إشي بالكود. جمانة. يعني إحنا بنحط يعني اللاين أو الكود أو يعني الإكسكيوتابل كود اللي بيعمل فورك بيفور السب روتين اللي بيشتغل عليه البيرنت الشايلد قصدي عفواً. فالشايلد الروتين بيشتغل عليه ما بيكون فيه ينعمل فورك. يعني أنا بعمل فورك بعدين البيرنت بيشتغل هون ونفس الكود يا جمانة الآن نفس الكود اللي اشتغل هون أيوه نفسه هون بعد ما سويت شيء تمام. غالبا بيكون في اف ستيتمنت إنه إذا بناء على بروسس اي دي. لا أنا بقول لكم ما فيش. محمود دكتور قصدك إنه نقطة تشغيل الشايلد راح تكون بعد اللاين تبع الفورك. ممتاز أحسنت. ليش؟ ما هذا السؤال؟ أشو هو بس بنسخه على الميموري وبنقول البوينتر على اللاين اللي بعده أو الانستركشن. يعني أنت لحد كبير قريب على الإجابة. طيب خلنا أقول لكم كيف. أنتوا أخذتوا بالأركتكتشر متذكرين مش كان في إشي اسمه بروجرام كاونتر صح؟ بي سي. البي سي لما يعمل فيتش كان يأشر هون البي سي صح؟ هسا لما عمل فيتش شو مباشرة بيساوي؟ مش بيقولنا البي سي تساوي بي سي طبعا كنتوا تأخذوها زائد 2 يعني وين بصير يأشر؟ على next instruction. هاي عمل هاي الفيتش. هسا الديكود شو الديكود؟ بده ينفذ الفورك. لما ينفذ الفورك ويعمل نسخة مطابقة 100% من حاله وين بيكون البي سي تبع الشايلد بيأشر؟ بروجرام كاونتر. وين؟ هو نسخة مطابقة من حاله بكون بيأشر على الانستركشن اللي بعد الفورك ما بمر على الفورك مرة ثانية. واضح؟ فمباشرة احنا ليش سألتكم السؤال الأول مين اللي حيشتغل بالأول parent ولا child؟ مين ما يشتغل يشتغل. إذا إجا الشايلد حيبلش من الانستركشن هذا لتحت. إذا إجا البيرنت حيبلش من الانستركشن اللي تحت الفورك ولتحت وهكذا لأنه بجوز البروسيسر الـ OS قرر يطلع البيرنت وفوت الشايلد طلع الشايلد فوت البيرنت. منين ما طلعوا يطلعوا الان بالنهايه هو البروجرام كاونتر بيأشر على اول انستركشن نيد تو بي اكسكيوتد رايت ناو لما يجي يرجع يشتغل مره ثانيه. ماشي؟ وتنسوش انه البي سي دائما بعد الفيتش بينزاد 2 او 4 حسب الاركتكتشر طبعا بس هي الفكره. يعني انا بقرب لكم اللي اخذتوه. ففعليا انا بكون اشتر بعد الفورك لما اجي اشتغل. وضحت هاي؟ هاي مهمة عشان نفهم شو بصير وما نتخربطش.
طيب two typical uses of fork to execute another program. يعني بمعنى آخر أول step بتكون إني أعمل fork، والstep الثانية شو أعمل؟ بدل الكود هذا اللي موجود، الكود هذا الموجود هو نفس كود البيرنت، شو أساوي؟ أشيله وحط كود جديد، new code. وأكتشلي هيك بيشتغل الشيل، لما كنا نعمل باليونكس شيل وصب شيل، الشيل بيعمل نسخة من حاله. مثلاً جاي له command ls وبيجيب كود ls وبيحطه جوا الchild process، بصير الchild هاي متخصصة بس بالls. وبيبلش من وين؟ بيبلش من عند المين function، يعني هو أول instruction. أو استخدام الثاني للفورك، make another copy exactly زي هاي قبل شوية، هذه لازم شرحتها الأول. بس شو الفكرة منها؟ متذكرين إذا قلنا إحنا بالكلاينت سيرفر بروغرامينج كل ما يشبك كلاينت نعمل نسخة من البيرنت يخدمه بس، وبصير هذا الشايلد متخصص بالكلاينت هاب بس. إذا هي هاي الفكرة عشان نعمل concurrent سيرفر، ماشي؟ إذا الفكرة إنه أنا بالنيتورك بروغرامينج هعمل فورك، بس مش هستبدل الشايلد بكود جديد، لا هخليه نفس كود البيرنت، بس ايش يصير يخدم الشايلد يعمل كونكت. يعني انا واحد طلب كونكت، ماشي، عمل كونكت، بس ارجع من الاكسبت بعمل شايلد وبقول له يا شايلد انت اخدم الكلاينت هذا اللي حاول يرن علي او يعمل كونكت علي قبل شوي، وهكذا. وبيرجع البيرنت شو تخصصه؟ بس يعمل listening، يستنى اذا حدا بده يشبك عليه. واضح؟ هاي فكرة الفورك. طبعا كيف انا استبدل النيو كود؟ استخدم الفانكشنز اللي اسمه exec، ماشي، هذول عائلة من الفانكشنز اللي هي replace الكود اللي هون، يعني بكون حاطة بعد الفورك، فهي بتعمل replace لحالها لما تشتغل بكود انا بكون مزوده من ضمن الباراميتر اللي هون، النيو كود خلينا نسميه، يكون اسم البرنامج، ماشي، اسم البرنامج. خلينا أنهي السيشن، أنا انتهت، ونرجع إن شاء الله